إخوان وأخواننا المسيحيين بألف خير وسلام، نتمنى لكم سنة مليئة بالهدايا الربانية والسلام. لكل إخواننا المسيحيين إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالحب والسلام. منا إحنا المسلمين لإخواننا المسيحية، كل عام وإنتوا بخير يا رب. كل عام هم بخير، كل عام هم بحب. عيد ميلاد مجيد، ميري كريسمس. أولا بحب أهني الأم المسيحية جدا بكل حب وبكل عطاء، لأنهم هم الأشخاص اللي مكملين إلنا والجزء الآخر مني أنا حتى، وكثير متعلقة فيهم ومتعلقة في أعيادهم وبحب أحتفل معهم دايما دايما. فعن جد كل سنة وإنتوا سالمين، وكل سنة وإنتوا أجمل الأشخاص في حياتي.